ما يظهر في هذه الصورة هما شابان أمام دبابة إسرائيلية اتخذ منهما جيش الاحتلال الإسرائيلي دروعا بشرية. أحدهما تم اعتقاله وما زال معتقلا، الآخر تم اعتقاله لفترة تجاوزت 45 يوما وتم إطلاق سراحه وهو يجلس الآن بجانبي. طبيعة الاعتقال كان في 11/11 الموافق الساعة 7 صباحا. كنا نجلس في داخل المدرسة أنا ووالدي وأفراد، يعني كثير من الناس كانوا في قلب المدرسة مش عقدي أنا وأخوي. فالساعة 7 صباحا تفاجأنا لقينا دبابات الاحتلال على باب المدرسة، فاقتحموا المدرسة، يعني دخلوا على المدرسة. فأثناء الاقتحام كنت أنا ووالدي يعني وأبوي وخواتي، كانوا أخواتي صغار وهذا، فالأولاد صابهم رعب يعني، وأخوي هذا يعني خاطرت أنا وأخوي في حياتي عشان أنا أطلع الناس. لما جينا كلبشنا بده يحطنا دروع بشرية، إنه يعني بده يودينا على منطقة يعني أقول على الشفا، بده يحطنا قدام دروع بشرية. مشى فينا فترة قصيرة، هذه الصورة اتلقطت يعني وإحنا واقفين لسه ما مشيناش. الجندي لأنه أنا عرض علي شغلات أنا ما وافقتش عليها أول شغلة، انه انا اشتغل معاهم اقف معاهم. قلت له لا، انا سمعة اهلي بالدنيا كلها، انا ما عنديش انه سمعة وطني، احنا ما عندناش شيء هذا في الوطن. فتم تعذيبي يعني بشكل فظيع فظيع، يعني انا على البلاط وكان خبطوا على راسي وعلى وجهي انا واخوي. انا يعني من كثر ما ضربني قلت له طخني، حطيت راسي في السلحة تبعته قلت له طخني، قال لي انا ما بطخكاش، انا بدي اياك في الداخل. واسرائيل بعد 7 اكتوبر تغيرت، الجنود صاروا ياخذونا خبطوا فينا في البواريد في روسنا، الرمل يعني اكلنا رمل، يعني والله يعني اشي فظيع، يعني اكلنا كتل درجه ما تتوقع حاجة. عذاب وضرب يعني في اللحظه هذه، يعني يقول مشينا ابو 300 متر في اللحظه هذه كله كتل، والجنود يتمسخروا عليك وزغزغوا فيك يعني، وانت قلبك اخوك واخوك قلبه عليك، يعني صار يتمسخر علي. وقعدنا على كرسي كهرب، يعني انت لما تقعد على كرسي كهرب بتحس، صار حقق معي وصرت اقول انا بعرفش فلان بعرفش فلان. فانا لقاش عندي ناتج كهربني، يعني انا الكهرب طلعت من 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 ظهري من هان، قعدت فتره اشكي منها. اثار التعذيب على ايدك؟ ايوه اثار التعذيب على ايدي. ايوه هذا هدول من الكلبشات، هدول حط ايدي بلاستيك، بقول له يا كابتن هدول حزقي مع ايدي يا كابتن، لو صار يغلط ويتفتف علي، وحط كمان مربط بلاستيك فوقيها. تعمليه اعتقالكم بعد هذه الفتره لقديش؟ ل 40 يوم. انت؟ أنا 40 يوم، أخوي صار له فوق الحين بالضبط صار له 140 يوم، بعرفش عنه أي حاجة أخوي.